بسم الله الرحمن الرحيم، مرحب فيكم بلقائنا الأخير من كورس أساسيات البرمجة بالماتلاب. شفنا بالأسبوع الثالث الرسوميات بشكل عام، تعرفنا على رسوم ثنائية البعد ورسوم ثلاثية البعد. اليوم بلقائنا رح نناقش أنواع مختلفة من رسوم ثنائية البعد، ورح نشوف كيف ممكن ننشئ هالرسوم ونتحكم خصائصها. رح نبلش مباشرة بأمثلة، بما أنكم اطلعتوا على من خلال الشرح النظري على أهم التوابع والخصائص وكيف ممكن تغييرها والتعديل فيها. رح نبلش بمثال بسيط. لو عرفنا مصفوفتين، المصفوفة الأولى مصفوفة شعاع من 4 عناصر، المصفوفة الثانية مصفوفة كمان شعاع كمان من 4 عناصر. نلاحظ لو كتبت بلوت A فاصلة B رح يرسم لي مباشرة، رح يرسم لي تغيرات المصفوفتين مع بعض بفيجر جديد. نلاحظ لو كتبت له فيجر رح يفتح لي فيجر تاني، التابع فيجر مسؤول عن فتح فيجر جديد. كل ما انا استدعيت فيجر برنامجي رح يفتح لي فيجر جديد رح يتم الرسم داخله. يعني هلا اذا عرفت مصفوفات جديدة سي ولتكن 10 12 10 25، ولو عرفت مصفوفة تانية دي 45 3 23 5 10. وهلا قلت له بلوت سي فاصلة دي، شو بتتوقع يكون الجواب؟ شو بتتوقع تكون النتيجة؟ هلا اذا كبست له انتر على بلوت سي فاصلة دي، كنان موجود. شو بتتوقع تكون النتيجة هلا بحال كتبت بلوت سي فاصلة دي؟ طيب شو السبب رهف؟ ليش رح يطلع الرسم مع ليش على السي على الاكس والدي على الواي؟ او شو سبب انه هيك رح يتم الرسم؟ هلا بلوت سي فاصلة دي اذا تمام. طيب خلونا ناخد لينكس سي، بنلاحظ رجع لي قيمة 4، واخدت لينكس دي رح يرجع لي قيمة 5، وبالتالي عندي اختلاف بطول اطول سلسلة بالمصفوفة دي والمصفوفة سي. رح ارجع لو قلت له هلا بلوت سي فاصلة دي رح يعطيني خطأ. فيكتور ماست بي ذا سيم لينكس، معنى الخطأ انه انت عم تحط لي المصفوفة الاولى مكونة من 4 عناصر طول اطول سلسلة فيها 4، والمصفوفة الثانية طول اطول سلسلة فيها 5. فبالتالي انا لما بدي اخذ القيمة الاولى باخذ المقابل لها من المصفوفة الثانية، والثانية المقابل لها، والثالثة والرابعة نفس الشيء، حيجي على الخامسة هون ما عندي قيمة خامسة في مقابل، وبالتالي عندي حيعطيني خطأ. فيكتور ماست بي سيم لينكس، راح اخذ المصفوفة دي راح اخذ العنصر الخامس وراح احذفه، صار عندي المصفوفة دي 4 والسي 4. لو رسمت هلا بنلاحظ رسم لي التغيرات. هي احد الملاحظات الهامة لازم ننتبه لها. الخطأ دائما بيكون نفسه، احيانا بيكون عندي مصفوفات كبيرة ضمن برنامج يعني خوارزمية
بتكون بوظيفة ما، فهذا الخطأ رح يدل مباشرة انه اثناء الرسم المصفوفات غير متساوية. الاخيون عرف تابع جديد، هذا التابع S تساوي أو S تساوي ساين 2 نجمة B. نجمة رح أعطيته قيم افتراضية مباشرة أو رح أعرفها قبل، T تساوي من الصفر بخطوة 1% للواحد. رح أرجع أكتب له S تساوي ساين T، حلو بلوت S. بنلاحظ رسم لي جزء من الموجة من إشارة الساين حسب قيم T اللي عندي. طبعا لقيم T طبعا بإمكاني مباشرة بلوت ساين، هون بدي أحط له بلوت ساين T مباشرة رح يرسم لي كان نفس العملية. أو بإمكاني أكتب بلوت ساين حدد له الخطوة، يعني حدد له اللي هون من الناقص واحد للواحد. بإمكاني بنفس الطريقة أتعامل مع التوابع الثانية مثل الكوساين، مثل تابع الظل على ما أذكر تي جي، أو يمكن هلا بنشوفه. لو كتبت هيلب ساين تمام، اعطاني هون شرح بسيط للتابع ساين سي ال التوابع الثانية. تمام، هون عندي أهم التوابع. تمام، التابعتان مثل ما قال حازم. وبإمكانكم تتابعوا تشوفوا هون مجموعة من كافة التوابع المفيدة بمواضيع مختلفة، هون الأري أند ماتريكس، اللينير، الجبر الإلمنتري ماس، البولينومينال، مواضيع مختلفة. نكمل بالرسم. سي ال اف هي كلير فيجر، وسي ال سي كلير كوماند، مثل ما قلنا clear all بتفرغ ال workspace. خلونا ناخذ مثال بسيط على تابع لرسم إشارة توتر متناوب، المطال أعظم إلى الإشارة VM، أو خليني أول شيء خلينا نكتب ملف إيدات، المطال أعظم إلى الإشارة VM 110، وعندي القيمة الأعظمية للتوتر
مثل ما بنعرف تنعطى بدلالة القيمة الفعالة، يعني عندي ال V effective هي ال VM تقسيم square الاثنين أو جذر الاثنين. عندي كمان تردد الإشارة F تساوي 50 هرتز، وعندي T دور الإشارة 1/F. رح أخذ ألفا هي زاوية الإزاحة بالطور، ألفا بي على 6، والك عامل إزاحة للإشارة مثل ما راح نشوف هلا 0.25 للـ A اللي هي الـ A قيمة ثابتة هلا عم نشوفها. أول شيء الشكل العام لتابع الساين، ساين تساوي VM ساين 2 أو عفوا مو 2 بي اف اللي هي اوميجا بيتا زائد الالفا اللي هي الطور زائد الك اللي هي الازاحة. هذا الشكل العام لتابع الساين سواء بمكتبة المحاكاة بالماتلاب بالبلوك التابع الساين او بالمثال اللي هلا راح نطبقه. التابع الشكل العام ك إزاحة الإشارة معامل إزاحة الإشارة، ألفا الطور تبع الإشارة، الت هو الزمن، الأوميجا تردد الزاوية أو اللي هي 2 بي اف، بالإضافة للفي ام اللي هو المطال الأعظمي للإشارة اللي بحالتنا إشارة توتر. خلونا نبلش كتابة البرنامج. في ام 110، عندي الاف تساوي 50، ممكن هون اضيف اسطر توضيحية مثلا هون فولت هيرتز، الت 1/F، الالفا بي على 6. طبعا اظن كلياتنا بنعرف البي قيمة ثابتة 3.14. عندي الك تساوي 0.25 من ال A يلي هي مثل ما قلنا قيمة ثابتة. رح افرض ان هون ال VM اللي هي المطال الأعظم للإشارة، بعد الك عندي صار عندي الفي ام والك، عندي الأوميجا 2 نجمة بي نجمة اف، بيبقى عندي الألفا الك الت الزمن. رح أعطيه مجال من الت 1 لل 2 الت 2 بخطوة تي ستيب، تي 0 راح أعطي قيمة 0 والت 2 والت 1 أو تي 2 ثلاثة أدوار يعني، والتي ستيب خليه على سبيل المثال تي على 10 او على 20. انا رح اقول له تي من تي 0 بخطوة تي ستيب لتي 1. هلا هيك كافة البارامترات اللي بالإشارة الساين صارت عندي جاهزة. هلا بإمكاني أعرف الإشارة V
تساوي VM، ال VM راح ياخذها من هذا ساين، عندي الأوميغا بالت زائد الألفا زائد ك راح له فيك تساوي فيجر ليفتح لي نافذة جديدة للرسم، وعندي اكس تساوي اكسس مشان اتحكم بخصائص محاور الرسم، راح له سيت اكس اللي هي مسؤولة عن المحاور، اكس ليميت مجال محاور الرسم من التي واحد او عندي من التي صفر للتي اتنين، بعدين حددت هيك الاكس ليميتد او مجال الرسم على المحاور على المحور اكس. هلا على المحور واي عندي الواي ليم بنفس الطريقة، بس هون رح حدد له انه هي من الناقص 200 لل 200. انا عندي المطال اعظم 110، هون عندي تي صفر تي واحد وتي ستيب مجال الرسم على الاكس. هاي هن هون تي واحد التابع سيت وظيفته يتحكم بخصائص، يعني يضبط خصائص الاكسس. الاكسس مسؤولة عن المحاور، وبالتالي عندي الاول شيء المحور اكس مجاله، المحور واي مجاله. لو كتبت help access بنلاحظ راح يطلع لي شرح تفصيلي. هون عندي البوزيشن والريكت اللي هي حتحدد لوكيشن اند سايز على الشكل ليفت بوتوم ويدث هايت، والتابع مسؤول كرييت اكسس عن انشاء المحاور. يعني لو عملنا هيك بس اخذنا الفيجر والاكسس بنلاحظ راح يتم انشاء فيجر وداخله محاور. لو حطيت بس انشاء فيجر راح يتم انشاء فيجر جديد بس خالي من اي محاور. خلونا نحدد مجال المحاور من خلال السيت، بس هون راح احدد له انه الاكس مثلا من الاثنين من الصفر للاثنين. بنلاحظ الفيجر فتحت لي تابع جديد، فتحت لي نافذة رسم جديدة، الاكسس فتحت لي المحاور، والسيت ضبطت المحور واي من ناقص 200 لل200 والمحور اكس من الصفر للاثنين. خلونا نتابع كتابة برنامجنا. هلا بعد ما اني حددت الاشارة في للرسم والفيجر فتحت فيجر جديد وانشأت عليه محاور اكسس وحددت مجال الرسم، خلونا نعطي عنوان للرسم اللي راح يطلع عندي من خلال التابع تايتل. راح اطلع التابع اسم التابع مثل ما هو، بعدين الاكس ليبل ولتكن تايم على سبيل المثال، بعدين الواي ليبل فولتج. عندي كمان هلا تابعين، التابع هولد اون والتابع جريد اون. بنلاحظ نفس الرسم ورجعت له فيجر وانشأت محاور، قلت له جريد اون راح يتم انشاء شبكة. لو قلت له جريد اوف يتم حذف الشبكة. الهولد اون مسؤول عن الحفاظ على الرسم القديم والرسم إضافي عليه،
يعني لو كان عندي رسم وجيت حطيت هولد اون ورسمت شيء جديد راح يطلع كمان عليه. تي اي لاين هذا التابع لاين مسؤول عن رسم خط حدوده من الاكس ليميتد اكس مينيموم اكس ماكسيموم. الاكس مينيموم عندي تي صفر والاكس ماكسيموم تي واحد. بعدين الواي مينيموم الواي ماكسيموم بحالتي صفر خلي خط يعني هو خط فما له ارتفاع على ممكن يكون له مثلا بحالتي لا ما له ارتفاع على الواي. راح يكون هذا على المحور واي منطبق راح اسميه يعني يكون تايم اكسس. اخر شيء راح اضبط الالوان من خلال كمان التابع سيت للخط اللي راح يطلع عندي الكولور اللون احمر مثلا اللاين ويدث اخليه 2 وراح ارسم خط تاني في او هو عبارة عن الخط راح يطلع بمنتصف اشارة الساين اللي تم رسمه راح يبلش من التي واحد من التي صفر للتي اتنين للتي واحد راح يكون هذا مجاله على الاكس اما على الواي راح يكون مجاله كي كي مثل ما ذكرنا الكي 0.25 الفي ام. ولا راح اعطي امر بلوت بدي ارسم لي التي اشارة الجهد كتابع للزمن باللون الاحمر بخط مستقيم باشارة مميزة النجمة. خلونا نحفظ الملف ونشغله نشوف شو راح يطلع لنا. لاحظ اعطاني خطأ. خلونا نشوف undefined function of y label. تمام بشكل كاتب ال y label. تمام هي لاحظوا بما انه طلع الخطأ هون فهذا دليل انه كافة الاسطر اللي قبل هذا التابع صحيحة. اعطاني خطأ تاني يعني يعمل لي undefined function of y label. هذا خلصنا منه. attempt to execute script plot function error in. تمام اخر سطر عم يقول لي في خطأ. طيب خلونا نجمة red نجمة. تمام نضع تاني نفس الخطأ على ما اظن نفس الخطأ. طيب خلوه T V. طيب خلينا أول شي نرسم بدون الخصائص ما عم ينفذ التابع بلوت. links V اعطاني 61 وعندي links T 61 وبالتالي ما عندي مشكلة بتنفيذه. خلوني احفظه بمكان تاني. تمام بس مكان حفظ الملف كان فيه مشكلة غيرت مكان المسار حفظه حل المشكلة. بنلاحظ رسم لي اشارة ساين عندي
الخط هو المنصف لإشارة الساين، والخط الثاني اللي سميناه الخط الثاني اللي سميناه عفوا الخط V أو المنصف لإشارة الساين، وخط TA اللي هو خط الزمن time اللي هو على المحور X. لاحظ لو رجعنا حطينا خصائص للرسم، راح يعطيني الرسم باللون الأحمر بعلامات مميزة لنقاط الرسم بالإضافة لنوع الخط مستقيم. خلونا نشوف إذا هون في عندي إمكانية مثل نسخة الماتلاب 2012 حط أعمل صب. لا مثل ما ذكرنا الإشارتين هدول راح يعملوا لي ملف يعني جزئي بإمكاني نفذه بشكل جزئي. هون بإمكاني ننفذ هالجزء من البرنامج من خلال run section debug. هون في عندي اختلاف بين نسخة الماتلاب 2012 والنسخ اللي قبله، عم بستخدم نسخة 2008. لا بنشوفها لاحقا. مو واضحة كتاباتك رهف، ما فهمت عليك. التابع قبل ما فهمت عليك شو كاتبة أو الفكرة العامة اللي بدك توصليها ما فهمتها. لازم تمام. لا اخر شيء هل ممكن احيانا بعض الاحيان خلونا نجرب، بس هو يفترض انه اخر شيء نكتب تابع الرسم بعد ما نحدد كافة خصائص الرسم. هون لو حطيته مثلا بنلاحظ رسم لي بدون انه يعطي خطأ، بس الرسم مو يعني مثل ما شايفين مو كتير واضح يعني الفولتج فولتج التايم، بس مثلا الاكس ليميتد ما اجت اللي عندي يعني مثل ما مبين الشكل الاكس ليميتد ما اجت ظابطة. ما لما حطيتها اخر شيء فاخذ كافة الخصائص بعين الاعتبار اللي حددتها. خلونا نشوف خصائص نافذة الرسم الفيجر. عندي بالاعلى الزوم ان والزوم اوت، راح تسمح لي اني اعمل زوم على اي نقطة من المحاور. يمكن ما تكون كتير مفيدة بالرسم ثنائي البعد، بس بالرسم ثلاثي البعد راح تصير كتير مفيدة هاي الأداة. عندي كمان امكانية الزوم اوت، عندي الهاند بصير بحرك النافذة الرسم بتنقل فيها بالطريقة اللي بدي اياها. عندي الروتيت بس 3D للرسم ثلاثي البعد. عندي الداتا كارسر مثل ما شايفين. هلا كمان عندي اضافة للالوان هون البيلدينج. كنت اتحكم بالالوان. عندي خيار مفيد جنريت ام فايل. بعض الاحيان ممكن انا اخذ مثلا ادخل ملف اكسل ومباشرة اعطي رسم لمتغيرات يعني بشكل مباشر اعمل رسم للبارامترات او المحاور الكولوم الاعمدة والاسطر للملف بشكل مباشر، فانا بحاجة لاخذ ملف الام فايل الخاص بالرسم كفانكشن او كسكريبت. فبامكاني جنريت ام فايل، راح يفتح لي ام فايل كود جنريشن توليد للملف مباشرة، راح يولد لي ملف الرسم
يلي راح يرسم لي يلي بيتم من خلاله كتابع. بإمكاني أحذف التابع وأعدل الملف، بس هو راح يولد لي إياه كتابع اسمه create figure. كمان بإمكاني أحفظ الصورة ك بصيغ مختلفة، بإمكاني أحفظها كفيجار، كملف ممكن أعدل عليه تصميم تصميميا، برامج تصميم الأدوب كجي بي جي كتي اي اف إلى آخره. عندي خيارات تانية مثل إكسبورت والإمبورت والبرينت، عندي إمكان للكاميرا تول بار والبلوت إيديت تول بار. عندي بالتولز أداة مفيدة بيزك فيتينج، مفيدة وقت استخدام التوابع الرياضية، توابع من الدرجة الثانية أو الثالثة أو إلى آخره للدرجة العاشرة، يبدون هون تمام للدرجة العاشرة هون متوافقة معه، سواء توابع من درجة درجة تانية أو اللينير، أول شيء الخطية بعدين توابع درجة تانية بعدين الكيوبيك توابع درجة الثالثة بعدين بياخد توابع الثانية درجة رابعة أو خامسة. عندي إمكانية للرسمة كبار كسكيتر وكلاين مثل ما راح نشوفون هلا. أخذنا مثال بسيط على الرسم ثنائي البعد، حكينا فيه على أغلب المفاهيم. بشكل سريع راح أتناول تجزئة الرسم، لو عرفت ما حشرحها بالتفصيل بشكل سريع راح نفذها. بي آي الزمن من الصفر للبي بخطوة بي آي، والإف 50 هرتز، والأوميجا بنفس الطريقة 2 بي اف. فهلا عندي امكانيه لجزئ الرسم من خلال صب بلوت، راح يتعامل مع الرسم على شكل مصفوفه، عدد اسطره 2، عدد اعمده 3. العنصر الاول يعني الايتم او الاليمنت واحد من المصفوفه راح يرسم لي فيه بلوت تي فاصل ساين أوميجا نجمته باللون البلاك جريد بهالطريقة بتعني جريد اون. تايتل ساين أوميجا تي رح قل له صب بلوت مرة تانية 2.3. العنصر الثاني رح يرسم لي نفس الرسم بس بإزاحة ب على 2 بنفس اللون بكافة الخصائص، بعدين صب بلوت 3 رح يرسم لي نفس الرسم بس ناقص ب على 3. كمان رح كم تابع 4 راح اخذ ازاحة ب الخمسة ناقص ب الستة راح تكون ارجع ارسم الاشارة الاصلية. طبعا الاسماء لازم كمان اعدل عليها مشان تضل صحيحة، زائد بي اي على 2 هون ناقص بي اي على 2 زائد بي ناقص بي الأخيرة بدها تضل مثل ما هي. بنلاحظ هلا إنه نفذت الرسم، بس أعطاني خطأ خلينا نشوفه على السريع مكان حفظ الملف. هذا الملف اللي عاد لا عفوا تي تمام، هي مو واي، هي تي
تمام، نلاحظ رسم لي 6 محاور. المحور الأول 6 محاور رسم ساين أوميجا تي، بنلاحظ مبلش الإشارة من الصفر. الإشارة الثانية زائد بي على 2 بلشت من بعد، يعني إزاحة بي على 2، اللي قبلها ناقص بي على 2، اللي بعدها زائد بي. نلاحظ هي بلشت مثل ما شايفين، هي بلشت بشكل معاكس بإزاحة بي ب 180 يعني هون يفترض. بعدين ناقص بي هون، زائد بي هون، ناقص بي. بعدين آخر شيء الإشارة الأصلية. هيك بهالطريقة بإمكاننا نجزئ الرسم. بنلاحظ مثل ما شايفين هون، بمجرد نشوف هون كيف ممكن نعمل run section ونلاحظ بنفس الطريقة مثل ما شفنا بالنسخ القديمة. عندي إمكانية للببلش، أعمل تقرير راح يولد لي الملف كله، بعدين راح يولد لي تقرير سريع عن التابع والنتائج تبعه، أو ملف السكريبت والنتائج. بس بنلاحظ أنه هون كان عندي خيارات اكثر بنسخة الماتلاب 2012، اللي هي خيارات حفظه كبي دي اف كاكسل كوورد. اما هون راح اخذ لي بشكل مباشر HTML. ممكن يكون عندي خيارات كمان تعديل. خلونا هلا نتعرف على انواع تانية من الرسم. اول شيء الرسم البار، خلونا نشوف مفيد هذا الرسم للدراسات الاحصائية. لو عرفت الزمن بخطوة من الصفر بخطوة 2 بالألف للأربعة بالمية، قلت له أوميجا 2 بي إف، والإف مثل ما بنعرف 50 مثل ما عادة بتكون، والواي 50 ساين أوميجا نجمة ت. لو رسمت بار ت فاصلة واي، لاحظ نلاحظ أخذها بالرسم الأخير. تمام أخذ ال، طيب خلوني أرجع نفذها لحالها. نبذها بشكل سريع على تمام يطلع الرسم على هذا. تمام طيب تمام مثل ما شايفين راح يرسم لي رسم من نوع بار. هون عندي بشكل بسيط لإشارة
لإشارة الساين. وبنفس الطريقة بإمكاني أعمل كمان تجزيء للرسم، جزئ الرسم وأرسم ويصير عندي سب بلوت. طبعا هذا ممكن يكون عندي بار، ممكن يكون عندي بار بشكل عرضي، رسم بشكل عرضي. خلونا نشوف مثال تاني. لو عرفت واي راوند تابع تدوير القيمة، ومن خلال التابع راوند ولدت قيم عشوائية، هاي القيم العشوائية. هلأ عندي أعرف سب بلوت 2.2.1، يعني مصفوفة مربعة سطرين عمودين الايتم الاول فيها. فعندي التابع بار راح ارسم واي فاصلة، راح اعطي اسم تايتل جروب. يعني عندي طريقة تانية، ممكن اعطي جروب بهالطريقة، وراح اقول له تايتل انه هي التايتل جروب. أعرف كمان صب بلوت تانية عشان ما أعرفهم أكثر من مرة. تاني التانية راح تكون بار نوع ستاك. طبعا كله حيعتمد على القيم العشوائية اللي راح تتولد. ثالثة راح تكون بار اتش للرسم المحاور، لرسم البار بشكل عرضي، كمان راح تكون نفسها. عندي اخر واحدة اللي هي الرابعة راح تكون تايتل عندي هون الويدز. تساوي 1.5. هلا لو شغلت الملف نلاحظ من خلال التابع واي، من خلال واي اللي تم انشاء قيمه، من خلال التابع راند لتوليد قيم عشوائية، والتابع راوند لتقريبه تدويره. السب بلوت الاولى رسمت لي جروبس، رسمت لي يعني حسب قيم واي، اعطيت الاسم تايتل جروب. الثانية ستاك، الثالثة ستاك، بس هون بار، هون بار اتش يعني هوريزونتال بشكل عرضي. هون اخر شيء الويدز خليته مختلف، فصار عندي الرسم بالطريقة اللي شايفينها. طبعا في عندي انواع تانية للرسم، وعندي خصائص للرسم البار. ممكن يكون بار 3D، ممكن يكون هلا احنا شفنا بس البار 2D، ممكن يكون عندي رسم بار 3D. عندي بالإضافة لهذا الشيء رسم الباي الفطيرة، ورسم عندي أنواع كثيرة. هاي بشكل عام الفكرة العامة للرسوم ثنائية البعد. خلونا نشوف نوع تاني من الرسم اللي مفيد للتطبيقات الهندسية، هو الرسم على المحاور القطبية. فلو عندي تابع وليكن R تساوي كوساين، ضرب التابع الأسي، طبعا رح ارفعه 2 تيتا على B. خلونا نشوف كيف ممكن ارسم هذا الشيء على المحاور القطبية. اول شيء رح اعرف التيتا، ولتكن لين سبيس. مثل ما نتذكر التابع لين سبيس وظيفته توليد قيم خطية. خلونا نرجع نتذكره، لين تساوي لين سبيس
قيم خطية أصغر قيمة فيها، ولتكن واحد أكبر قيمة 100. عدد العناصر 99. لو قلت له بلوت لين منلاحظ أعطاني خط مستقيم، فأنا رح أعرف أول شي تيتا قيم خطية تبلش من الصفر بخطوة، بتبلش من الصفر بتنتهي بالبي على 2، وعدد العناصر 20. الار هي ابس اللي هي القيمة المطلقة لكوساين التيتا ضرب الاي اكس بي اللي هو التابع الاسي 2 ضرب تيتا تقسيم بي. التابع بولر مسؤول عن الرسم القطبي، رح ياخد اول شي التيتا، بعدين الار يلي هي القطر كتقريب لفهم الفكرة، بس هي هون الار رح تمثل التابع. وبعدين رح اتحكم بخصائص الرسم. عندي التابع بوس، حنشوفه حد اشرحه لاحقا لحاله هالتابع. بنلاحظ هلا لو نفذت رح يطلب مني احفظ، رح ارجع احفظ. عندي هون عندي درو، بنلاحظ رسم لي رسم قطبي مثل ما شايفين للتابع اللي عندي. طبعا عندي انواع كمان مختلفة، وعندي توابع كتير ممكن ارسم طبعا وفقا لإلها الرسم القطبي اللي عندي. عندي امكانية كمان للرسم العقدي من خلال التوابع ريال وايميج للحصول على القيم الحقيقية والتخيلية. اي لمحة سريعة بالإضافة للشرح النظري اللي شفناه عن الرسم الثنائي والثلاثي البعد. طبعا بإمكاننا نستفيد من الرسم بشكل كتير كبير بالتطبيقات الهندسية، بتطبيقات التحكم، تطبيقات الدراسات الكهربائية، بتحليل الدارات، بتطبيقات كتيرة تسمح لي بالدراسات الإحصائية، بالدراسات المالية. ممكن استفيد من توابع الستاتيستيك، الدراسات الإحصائية، بالإضافة للتوابع البار لدراسة الميزانيات، و يعني بشكل مختلف حسب التطبيق. بتمنى تكونوا استفدتوا وبتشكر حضوركم.